هجوم معاكس لصالح اتحاد الكهرباء، قد يرى في وضعية جناح أيسر. يراوغ روغات جميلة من قد يرى، يتعدى من زنير، وغلطة غلطة فادحة يرتكبها دفاع مولودية نفط العاصمة، وهكذا يتسجل أول هدف. انظر الإعادة بالتصوير البطيء، شكرا للزميل المخرج فاروق مزوان، بعد مراوغات تاع قديورة. أحد المدافعين من مولودية اللي حاول يبعد الكرة، قلت حاول أن يبعد الكرة فتسبب في هدف لصالح اتحاد الكهرباء. أظن أنه هو فرحي. إذن هكذا تصبح النتيجة هدف لصفر. مولودية اللي حاول يبعد الكرة، قلت حاول أن يبعد الكرة فتسبب في هدف فاروق مزوان، بعد مراوغات تاع قديورة. أحد المدافعين من مراوغات جميلة من قديورة، يتعدى من زنير، وغلطة غلطة فادحة يرتكبها دفاع مولودية نفط العاصمة، وهكذا يتسجل أول هدف. انظر الإعادة بالتصوير البطيء، شكرا للزميل المخرج. هجوم معاكس لصالح اتحاد الكهرباء، قد يرى في وضعية جناح أيسر. يراوغ